ساعات من غير ما ندرى نفسنا الأمارة بالسوء بتتسرسب وبتطفي نور مهم في حياتنا، وهو نور النعمة. إزاي بتطفيه؟ بأنها تقنعنا بأن كتر الشكوى ده هيخلي شريك حياتنا يتحفز عشان يهتم بينا. وللأسف بتكون دي أسوأ طريقة ممكن نستخدمها عشان شريك الحياة يتحرك ويبتدي يلتفت لأهم حاجة، وهو حياتنا وأسرتنا. إياك تستخدم كتر الشكوى، لأن كتر الشكوى مش هيحفز شريك حياتك، ده هيحسسه بأن حياتكم ملهاش لازمة وأن أنتوا عايشين مع بعض مجاملة، لأن هو بيحس أنه مش هيقدر يوصل لرضاك عن حياتكم، وساعتها هيحس أن حياته عبارة عن شخص مات بس إحنا مشغلين الأجهزة عشان يفضل صورته أنه هو لسه حي. بعض الأحيان بيبقى كتر الشكوى دليل على الاضطراب، لما يتحول الإنسان أنه بيشكي 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 لأنه حاسس أنه هو ضحية وأنه عايش في حالة من حالات المظلومية. إحنا لازم ننبهه أن ده خطر عليه وعلى كل اللي حواليه. وعشان نتخلص من ده أنا هقول 3 إجراءات لما تحس أن شريك حياتك كثير الشكوى أو تحس أنت أن أنت كثير الشكوى بتعملهم عشان نعالج بيهم الحالة دي. الحاجة الأولانية، لو سمحت خصص وقت وليكن نصف ساعة كل يوم تتكلم فيها مع شريك حياتك عن المستقبل والسعادة، مستقبلكم ومستقبل الأسرة وسعادتكم إزاي تكون. تاني حاجة، لو سمحت حاول بقدر الإمكان إنك تتكلم مع شريك حياتك عن الذكريات الحلوة، الذكريات اللي كانت عنده في حياته وذكرياتك كمان معاه، ودوت هيكون ليه أثر السحر في حياتكم، لأنه هيحس إن حياته لسه فيها نفس يستطيع إن أنتوا تعيشوا مع بعض. وآخر حاجة، لازم تستخدم رسائل الحب والغرام بينك وبين شريك الحياة، وتكون على الأقل 3 رسائل في اليوم عشان نزيح كل السواد ده بالفرح والهنا اللي بتجيبه الرسائل اللي مليانة بالحب ومليانة بالسعادة. والمزيد من الإيضاح والتفاصيل زوروا موقع مبادرة مودة. رحلة بدأناها وفي طريقنا، في اللي بسطنا وفي اللي ضايقنا، دي الدنيا أمينة أمشينا فيها الحلو وفيها المر، وحلاوة الرحلة في مشاويرها ولحد ما نوصل لأخيرها، في حاجات فينا واجب تغييرها علشان كل صعب يمر. ليه شغلنا حياتنا بالمادة مش بالإيمان؟ لو عشنا في رحمة ومودة نلقى الأمان، لو نهدى ونهدي نفوسنا وزي ما قال ربنا نصبر، ده خلق أزواج من أنفسنا أي نسكن ليها فليه نور.